إذا كنت صاحب مهنة أو حرفة، يعني مصور، رسام، طباخ، اللي يكون، وأعلنت عن منتجاتي في حسابي الشخصي، لا يستوجب علي استخراج إلا هو ترخيص موثوق. أقيم ورش العمل عن طريق حسابي الشخصي، برضو لا يستوجب ترخيص موثوق. نشر حسابات الأفراد عن طريق اللي هو حسابي الشخصي بدون مقابل مادي، برضو لا يستوجب استخراج ترخيص موثوق. أعمل مصمم وأعلن عن اللي هو تصاميمي عن طريق حسابي الشخصي، برضو لا يستوجب ترخيص موثوق. أعمل بشكل شخصي في فن تغليف الهدايا وأبيع عبر اللي هو حسابي الشخصي، برضو لا يستوجب ترخيص موثوق. أصور منتجات للعامة لغرض غير إعلاني، لا يستوجب برضو ترخيص موثوق. أنا من الأسرة منتجة وأبيع عن طريق حساباتي الشخصية في تطبيقات التواصل الاجتماعي، برضو لا يستوجب استخراج ترخيص موثوق. أعمل مسابقات عن طريق الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برضو لا يستوجب إلا هو ترخيص موثوق. تصوير اليوميات في الأماكن العامة والتجارية مثل المطاعم والمقاهي وغيرها لغرض غير إعلاني، برضو لا يستوجب استخراج ترخيص موثوق. أما من أبرز الأشياء اللي لازم تستخرج بيها رخصة موثوق، إلا هو إنك أنت تعمل مسوق لأحد البنوك وبتعلن عن القروض الشخصية والبنكية والخدمات البنكية، فلازم تستخرج إلا هو ترخيص موثوق. وطبعاً الأفراد اللي يقدموا خدمات عقارية عبر منصة التواصل الاجتماعي، برضو يلزمهم ترخيص موثوق وكمان رخص ثانية عن طريق جهات معنية. أما حسابات المنصات العقارية اللي تقدم محتويات إعلانية للغير، فهذه لا تندرج تحت موضوع الأفراد ولها أنظمة غير. أما المعلن اللي بيأخذ مقابل مادي وعنده وثيقة عمل حر، برضو يلزمه اللي هو ترخيص موثوق، ووثيقة العمل الحر ما تغني عن اللي هو 15,000. فالجهات التجارية لازم تتأكد من كل شخص عنده ترخيص موثوق عند الإعلان عند هذا اللي هو الفرد. أما بالنسبة لصغار السن اللي هم تحت 18 سنة، فممنوع يأخذوا ترخيص موثوق وما حيتاح لهم إنهم يصدروا هذه التراخيص. آخر شيء بالنسبة للمخالفات والغرامات اللي بيطلع عليها ويعرف إيش الغرامات المترتبة على المعلنين المخالفين، يقدر يدخل على موقع اللي هو هيئة المرئي المسموع ويقدر يعرف ويطلع على المخالفات والجزاءات اللي حتنزل عليهم. وطبعا هذه أبرز التحديثات اللي نزلت اليوم، إن شاء الله أكون أفدتكم. لايك وشير ونشوفكم على خير.